علاقة الفنان خلينا نحكي العمل الاجتماعي كتير مهم كتير ضروري، وهي علاقة متبادلة. يعني العمل الاجتماعي بيحتاج الفنانين انهم يكونوا جزء منه، ونفس الوقت الموسيقي خلينا نحكي طريقة كتير مهمة انه يكون مسموع او انه يتصل بالمجتمع، هي طبعا من خلال العمل الاجتماعي او خلينا نحكي المسؤولية الاجتماعية. فبالنسبة لي طبعا كتير بتهمني المشاريع التطويرية، سواء التطوير الحضري او من غيره. طبعا لما ربيع قال لي عن هذا المشروع، عن مشروع ذكرى، وحكى لي انه هو ابتدى بالغور، فرحت على المنطقة وزرناها مع بعض، وطبعا اخذني ربيع ورجع اعطاني جولة بالمنطقة، وبلشت الاقي انه احنا عم نحكي عن ناس، نعم هم فقراء لكنهم مش ناس فاقدين الامل. طبعا بهاي المرحلة مشروع صوت من الغور تحديدا هو كتير مهم لعملية التطوير الحضري. بطبيعة الحال انه اذا عم ندور على حضارة بندور على فن وثقافة. فهون بدوري حكى معي ربيع على اساس انه تعال نشوف مين في مواهب ممكن نلاقيها بالغور، وكيف ممكن انه نعمل موسيقى خاصة بهاي المنطقة وبتعكس الحياة، سواء كانت الاجتماعية او البيئية اللي موجودة في منطقة الغور. بالنسبة لي طبعا كان هذا المشروع حتى تجربة مهمة إلي خلينا نحكي فنان محلي بحاول إنه يكون نشيط في العمل الاجتماعي. كنت دائما أتخيل إنه إذا إحنا بعمان الغربية مش قادرين نلاقي المواهب، كيف ممكن نلاقيها بالغور؟ هذا هو كان بالنسبة لي السؤال، كان دائما يتداول براسي. لكن اللي لقيته إنه بالعكس المواهب موجودة بكل مكان، فلقيت انه في اصوات رائعة، في ناس بحبوا الموسيقى، ومش عم نحكي بس عن ناس انهم بيغنوا يعني بس بهالاجواء اللي بيقدر الواحد فيها يغني، لا عم نحكي عن ناس عندهم اذن موسيقية وعندهم كل القدرات انهم يوصلوا للشهرة الفنية، او على القليلة انه يكون فنان متمرس بعيش هذا النمط من الحياة. طبعا زميلي بهذا المشروع هو محمد الشريقي، عم بيضيف الكلمات ونفس الوقت عم نعمل تحرير للكلام، وعم بيطلع معنا ماتيريال كتير ممتاز. بكون عندي 1 2 3 4 1 2 3 اقدر كل نقله نقولها بس على 4 عدات. هاي سهله، تعرف ليش؟ تقطيعها بيجي حرفين حرفين. يا يوم ما ليه بس بقدرش اغنيها بهذا، بدها تكون يعني يا يوم ما ليه. شوف يا يوم نشأة تقلب نيدو، عرفت؟ يعني دائما بين الرومانسية ودعاية حليب نيدو شفا حفظ.